8:06 دقائق. صباح النور، صباح الورد والياسمين، اهلا وسهلا بكم في سبور اكسبريس. المنتخب الوطني لكرة القدم وصل البارح الى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العرب فيفا 2021. مبعوثنا الخاص مكي العوني مباشرة من الدوحة. صباح النور مكي. صباح النور عبدو، صباح النور الناس تسمع فينا الكل. بالفعل المنتخب موجود من البارح في الدوحة، الوصول تقريبا كان مع نص الليل بتوقيت تونس. بالنسبة لرحلة المنتخب الوطني التونسي، رحلة كانت الوفد المتكون تقريبا من 44 شخص، الوفد الرسمي المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للعبية 14 لاعب اللي بداوا الترابط واللي التحقوا بالترابط قبل الانطلاق نحو الدوحة لبارح، هم اللي كانوا موجودين في الرحلة. هي رحلة كانت تقريبا 5 سوايع ونص، رحلة ربما كان نقطع بشوية خاصة مع الرسار اللي صار، لكن المنتخب جاهز ومستانس بالرحلات هذوما. على كل رحلة هذه أحسن عليها فخر الدين بن يوسف لاعب المنتخب. دول قبل كل شيء على سلامتنا، وصحيح رحلة كانت طويلة شوية، ما الحمد لله إن شاء الله كالعادة نخلط طول الوتيل نركيبيري وبرقدية، وغدوة ننطلقوا كما قلت في البطولة العربية. إن شاء الله الناس كل مركزين مع الولاد اللي كمل ياخد الجروب الكل، ونبدأ نركزوا على المباراة الأولى وبقيت مباريات إن شاء الله. فخر الدين بن يوسف اللي يعود للمنتخب بعد غياب في الفترة الأخيرة. بالمقابل كنا ننتظر مشاركة ياسين الشيخاوي في الرحلة، ولكن في النهاية ما كانش موجود، وهذا مش غياب نهائي يعني عن المشاركة. وقتاش يخلط ياسين الشيخاوي؟ ياسين الشيخاوي على أقصى تقدير باش يخلط غدوة لحد، يعني نجم يخلط اليوم في الليل كما غدوة لحد. على كل في ظرف 48 ساعة ياسين الشيخاوي باش يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي. كيفو كيف محمد دراجر، محمد دراجر جدا منتظر يلتحق اليوم بالترابط المنتخب الوطني التونسي بعد ما كمل التزاماته مع الفريق نتاعو. فما ثلاثة لاعبية المحترفين في البطولة المصرية موجودين في الدوحة، يعني تدخل المنتخب الوطني التونسي. نحكي على علي معلول، على حمزة المثلوثي، وعلى سيف الجزيري، اللي جاءوا موجودين مباشرة دخلوا في ترابط المنتخب الوطني التونسي. ترابط المنتخب اللي ربما الأجواء متاع يعني كان نرجع شوية على الأمور الرسمية عبدو البارح، كان يعني كل شيء نظم. نحكي على حاجة رسمية خاصة بالمنتخب الوطني التونسي، بروتوكول خاص بالمنتخبات المشاركة في الكأس العربية. المنتخب صحيح ما كانتش رحلة في طيارة خاصة، لكن ركوب المنتخب الوطني التونسي من تونس ونزوله في مطار الدوحة كان طريقة خاصة. المنتخب والملاعبية والوفد الرسمي كانوا وحدهم استقبال خاص من الفيفا ومن اللجنة المنظمة، مع تسهيلات كبيرة مش فقط للمنتخب الوطني التونسي، الكل من له علاقة بالكأس العربية تسهيلات كبيرة، وخاصة أمور برشا منظمة خاصة في ظل الظروف الصحية اللي نعرفها الكل الموجودة لهم. البرامج اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في أولى أيامه في الدوحة، أول الأيام بتكون فيها حصة تمارين. حصة التمارين هذه مبرمجة مع الأربعة توقيت تونس، الستة مع توقيت الدوحة، يعني تكون أول مصافحة للمنتخب الوطني التونسي، أول حصة تمارينية قبل الكأس العربية وقبل المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي بتكون نهار 3 مع 11 متاع الصباح توقيت تونس ضد المنتخب الموريتاني. مكي العوني مبعوثنا الخاص إلى الدوحة لتغطية كأس العرب، شكرا على كل هذه التفاصيل. الرابطة المحترفة الثانية، الجولة الثالثة، الموعد اليوم مع الدفعة الأولى، كل الموارد ماضي ساعتين، الملعب التونسي مع القلعة الرياضية، نادي البنبلي أولمبيك مدنين، الملعب الصفاقسي النجم الراسي، الأولمبي للنقل جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان كوكب منزل نور، ودرب الجزيرة جمعية جربة مع أمل جربة. إلى المواعيد في الملاعب الأوروبية، نبدأ بالبطولة الإنجليزية، ماضي ساعة ونص أرسنال نيوكاسل يونايتد، من الأربعة ليفربول مع ساوثامبتون، الأربعة كذلك كريستال بالاس مع أستون فيلا، في نفس التوقيت نوريتش سيتي مع وولفرهامبتون، والستة ونص برايتون يستضيف ليدز يونايتد.
الى لا ليغا الاسبانيه ماضي ساعتين ديبورتيفو الافيس مع سيلتا فيغو فالونس مع ال 44 يستضيف رايو فاليكانو 6:30 ريال مايوركا يستضيف ختافي و9 متاع الليل فيا ريال يستضيف برشلونه. الى الكالشيو البطوله الايطاليه مع 3 امبولي مع فيورنتينا مع 3 كذلك سامدوريا مع ايلاس فيرونا 6 يوفي اتلانتا لقاء قمه و9 غير ربع فينيزيا مع انتر. الى البوندسليغا البطوله الالمانيه ابرز المواعيد اليوم 3:30 بوخوم فرايبورغ كولن فريق الياس الصخير اللي رجع منذ الجوله الماضيه وما كانش اساسي وبدا وشارك في اخر المباراه يستضيف بروسيا منشن جلادباخ هيرتا برلين مع اوغسبورغ ايضا من ابرز المواعيد اللي اليوم في البوندسليغا 6:30 بايرن ميونخ المتصدر مع ارمينيا بيلفيلد. وفي البطولة الفرنسية ليل مع نونت مع الخامسة 9 نيس مع ميس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikfm.net. أنا عبد السلام ديفالة وابقى لك باش أقول لكم إن شاء الله نهاركم الكل ورد وياسمين. إلى اللقاء.